بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أحبتي عبر قناة البحرين الرياضية، أسعدتم مساء هنا من صالة مدينة خليفة الرياضية من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية في المجموعة الرابعة، مباراة جرداب مع مباراة مركز شباب صدد ضمن المجموعة الرابعة في ختام مباريات هذا اليوم من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. فريق صدد يلعب باللباس الأصفر والأخضر هنا بتشكيلة مكونة من حارس مرمى الحارس رضا الحمر، مصطفى فؤاد، ميرزا عبد علي، أحمد سعيد مهدي وأحمد القرمجي. هذه تشكيلة مركز شباب صدد باللباس الأصفر والأخضر في هذه المباراة. في الجانب الآخر مركز شباب جرداب باللباس الأخضر في هذه الأخضر في هذه المباراة بتشكيلة مكونة من حارس المرمى أحمد العالي، محمد الشماع وعلي خليل، علي محمد يعقوب وحسين يعقوب. هي تشكيلة فريق مركز جرداب في هذه المباراة من جانب لقاء اليوم ضمن المجموعة الرابعة وختام مباراة هذا اليوم في هذه المباراة الأخيرة أعزائي ومتابعي قناة البحرين الرياضية. كما ذكرت تشكيلة الفريقين في أرضية الملعب، وهنا محاولة أولى لجرداب ومرت خطيرة، مرت خطيرة عن طريق محمد عبد الله. أول محاولة أولى محمد الشماع لاعب مركز الشباب جرداب. الفريقين أعزائي المشاهدين يدخلون المباراة في الجولة الثالثة، وجرداب لديه من النقاط نقطة واحدة، ومركز شباب صدد لا شيء من النقاط في هذه المباراة. لو أتينا إلى ترتيب المجموعة الرابعة أعزائي المشاهدين، فسنشاهد مركز شباب كرانة بست نقاط، والآن محاولة خطيرة وتصل إلى ركلة زاوية، محاولة أولى لمركز شباب صدد عن طريق أحمد القرمجي، يضع التسديدة الماضية وابعدت إلى ركلة زاوية. أول المحاولات من جانب مركز شباب جرداب مع مركز شباب صدر في المباراة. لو أتينا إلى ترتيب المجموعة الرابعة، نشاهد مركز شباب كرانة في المركز الأول ست نقاط، مركز شباب الوسطى أربع نقاط، مركز شباب جدحاس أربع نقاط، ومركز شباب الدير نقطة واحدة، مركز شباب جرداب نقطة، ومركز شباب صدد لا شيء من النقاط. هذا هو ترتيب المجموعة الرابعة. صدد لعب مباراتين، المباراة الأولى خسر من كرانة بثلاثية لهدفين، وخسر في المباراة الثانية في الجولة الثانية بثمانة أهداف لثلاثة. هذه مباراة صدد اللي خسر في خسارة متتاليتين من جانب المجموعة الرابعة. في الجانب الآخر جرداب تعادل، لديه نقطة واحدة من تعادل مع مركز شباب الدير، وفي المباراة الأخرى خسر من كرانة بهدفين لهدف. جرداب لديه نقطة وصدد لشيء من النقاط. في المركز الأخير الفريقين يطمحان أن يصلان إلى مركز أفضل من هذا المركز في المركز الأخير وقبل الأخير في هذه المباراة، وبالتحديد من أجل إظهار بمستوى أفضل في الجولة الثالثة هنا في المجموعة الرابعة. محاولة لكن خطأ لمركز شباب صدد، كما يشير حكم المباراة أسامة إدريس، طاقم التحكيم الدولي بقيادة أسامة إدريس مع رامي الكعبي في هذه المباراة. كل التوفيق للطاقم التحكيمي، ونتمنى أن نشاهد مباراة تليق بمستوى الفريقين، ولكن واضح أن مستوى الفريقين في المركز الأخير وقبل الأخير في هذه المباراة. ركلة حرة مباشرة هي خطيرة، وأول الأهداف المباراة، أول أهداف المباراة يأتي عن طريق ميرزا عبد علي، يتقدم لمركز شباب صدد بهدف أول من تسديدة من ركلة حرة مباشرة. يتقدم مركز شباب صدد بهدف أول في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، هدف لمركز شباب صدد في أول الدقائق المباراة. وصدد في المركز الأخير يحاول أن يبتعد عن المركز الأخير بلا شيء من النقاط، يأمل بالفوز الأول في هذه المباراة. من الجانب الآخر جرداب
يحاول أن يبقي على حظوظه في المجموعة الرابعة، وهنا محاولة خطيرة ولكن تبعد إلى ركلة الخال. فريق مركز شباب صدر سيحاول أن يجدد آماله، ومركز شباب الجرداب أيضا يحاول أن يتقدم لمركز قبل أفضل من قبل الأخير، لأن في فوز اليوم سيرفع رصيد إلى 4 نقاط، ممكن يصل إلى المركز الثاني والثالث بفارق الأهداف. ولكن عليه مهمة صعبة مع مركز شباب صدر اللي تقدم بهدف لا شيء عن طريق ميرزا عبد علي. الآن محاولة لجرداب، عرضية وتبعد، تتخلص، تصل سريعة تبعد. محاولة الآن لمركز شباب صدد عن تقدم عن طريق اللاعب مصطفى فؤاد، ولكن هي مقطوعة، تصل لحسن يعقوب ولكن هي مقطوعة إلى ركلة الخال، إلى ركلة الخال. وأول وقت مستقطع يشاهده من جانب مدرب مركز شباب جرداب، وقت مستقطع. الفريقين لديه الجرداب لديه نقطة واحدة، ومركز شباب صدد لا شيء من النقاط. الفريقين يطمحان إلى تقديم مستوى أفضل واحتلال مركز أفضل من هذا المركز بالمركز الأخير من جانب صدد، والمركز القبل الأخير من جانب جرداب في هذه المباراة المجموعة الرابعة. ختام مباريات اليوم أعزائي المشاهدين عبر قناة البحرين الرياضية من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية، صدد يبحث عن الهدف الفوز الأول في الدوري، وأيضا من الجانب الآخر مركز شباب جرداب يحاول أن يبقي على حظوظه في المجموعة الرابعة. وصدد الآن يتقدم بهدف لا شيء، مباراة هي مهمة للفريقين في الجولة الثالثة. ممكن الفريق الخاسر في مباراة اليوم سيودع البطولة وسيكون آماله ضعيفة في احتلال مركز متقدم للأدوار النهائية من جانب المجموعة الرابعة. الآن محاولة لجرداب في الجهة اليسرى خطيرة وتبعد عن طريق اللاعب الآخر هناك، تبعد عن طريق علي محمد في التسديدة الماضية. صدد لاعب متقدم بهدف عن طريق ميرزا عبد علي. سيحاول الآن جرداب أن يعود إلى بالتعادل، ونلعب في أول 7 دقائق أولى. تصل محاولة حسن محمد يمررها لعلي محمد شقيقة في الجانب الآخر، هي محاولة تعادل وفرصة تضيع، فرصة تضيع على حسين محمد، يضيع الفرصة التعادل في التسديدة الماضية. مررها إلى شقيقة في الجانب الآخر، فريق لديه أشقاء في أرضية الملعب هنا من جانب اللاعب علي محمد يعقوب وحسين محمد يعقوب، لاعب رقم 6 واللاعب رقم 3، شقيقين في مركز جرداب. نشاهد ثنائية رائعة أيضا في هذا المستوى، ومحاولة محمد الشماع ومرت خطيرة، مرت خطيرة لمحمد الشماع. ممكن الحكم المباراة يشير إلى ضربة جزاء قادمة، إلى ضربة جزاء قادمة في المحاولة القادمة لمركز شباب صدد في الركلة، ضربة الجزاء القادمة. كانت محاولة رائعة لمحمد الشماع، ولكن حكم المباراة أسامة إدريس إيش لاحظ المحاولة الأخيرة والخروج من حارس المرمى، العرقلة الأخيرة لحارس المرمى للمهاجم محمد الشماع، هي ضربة جزاء قادمة لمركز شباب جرداب في الدقيقة 8 من الشوط الأول. فرصة مواتية أعزائي المشاهدين من أجل إدراك التعادل من جانب جرداب في الدقائق القادمة. حسين محمد يتهيأ في تنفيذ ضربة الجزاء، ممكن أن يعادل النتيجة في هذه الفرصة المواتية القادمة. حسين محمد وهدف التعادل، هدف التعادل يأتي إلى مركز شباب جرداب عن طريق اللاعب حسين محمد في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول. هدف لهدف، جرداب يعادل النتيجة بهدف لهدف، وعن طريق حسين محمد تقدم صدد عن طريق ميرزا عبد علي في الدقيقة 5، وعادل النتيجة مركز شباب جرداب عن طريق حسين محمد في الدقيقة 9. محاولة الآن سريعة لكن هي تبعد، وإلى ركلة إدخال. فريقين صدد في المركز الأخير
ومركز جرداء في المركز قبل الأخير في المجموعة الرابعة. ممكن المباراة مهمة للفريقين لأن في الجولة الثالثة. وشاهدنا نتائج مركز شباب صدد في المباراة الأولى. مركز شباب صدد خسر من كرانة بثلاث أهداف لهدفين، وخسر في الجولة الثانية من مركز شباب الوسطى بثمانية أهداف لثلاثة في الجولة الثانية. هذه خسائر صدد لا شيء من النقاط لديه في المجموعة الرابعة. الآن انطلاقة سريعة لميرزا عبد علي، هي خطيرة لمركز شباب صدد، ومحاولة تضيع الفرصة على أحمد القرمزي. تضيع الفرصة على أحمد القرمزي في المحاولة الأخيرة من جانب مركز شباب صدد. مركز شباب صدد ممكن يشارك للمرة الثانية في دوري خالد بن حمل المراكز الشبابية النسخة الخامسة. الآن انطلاقة سريعة، محاولة خطيرة لحسن محمد، هي محاولة جرداب لشقيقة علي محمد، محاولة تتخلص من مركز شباب صدد. تصل في الخلف هناك عن طريق اللاعب علي خليل، ولكن مقطوعة من علي خليل. تصل مرة أخرى لجرداب، يحاول علي خليل يمررها. تصل المحاولة عن طريق عزيز الدلال لعلي للاعب الآخر أيضا حسين محمد. حسين لعلي خليل، لعلي محمد، لعلي خليل، لعزيز الدلال. محاولات تنقلات جميلة لمركز شباب جرداب في الدقائق القادمة. تسع دقائق أخيرة و11 دقيقة تمر من الشوط الأول، والتعادل الإيجابي هدف لهدف. محاولة القرمزي لصدد ولكن هي مقطوعة. الآن تصل لجرداب عن طريق حسين علي، حسين محمد لعلي محمد، محاولة تبعد تتخلص إلى ركلة إدخال. الفريقين إذا يحاولون أن يغيروا من أدائهم في المجموعة الرابعة، وفي المقام الأول في التركيز الأول أن الفريقين يحاولون أن يبتعدوا على المركز الأخير وقبل الأخير في المجموعة الرابعة، لأن مركز شباب صدد في المركز الأخير بلا شيء من النقاط، وهذا لا يلبي بطموحاته وأمنياته في دوري خالد بن حمل المراكز الشبابية في ملتقى الأجيال هنا، في ملتقى الأحبة، ملتقى الأخوة، ملتقى المحبة من جانب الشباب البحريني للمرة الخامسة على التوالي برعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة داعم وراعي هذا الدور للمركز للسنة الخامسة على التوالي. قناة البحرين الرياضية تتميز في نقل الدوري من بداية الانطلاقة أول في أول مباراة إلى ختام الدوري في شهر سبتمبر القادم على معدل في اليوم في أربع مباريات. مباراة الأولى في تمام الخامسة، في مباراة الثانية في تمام السادسة، والثالثة في تمام السابعة، في المباراة الأخيرة الرابعة في تمام الثامنة. هذا مشوار مباريات اليوم هنا في دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. تعليمات من اللجنة المنظمة هناك من الجانب الإداري لإداري مركز شباب صدد هنا من اللاعب عقيل حسن، عليه الامتثال للأوامر هنا في الهدوء على مقاعد الاحتياط من جانب الجهاز الفني والإداري لمركز شباب صدد في هذه الدقائق القادمة. يعني النتيجة هي تعادل إيجابي هدف لهدف. عليه التركيز، الهدوء، يعطي تعليماته بهدوء، ونتمنى نشاهد الروح الرياضية، الأخلاق الحميدة، المحبة والأخوة. هذا ما يتميز بها دوري خالد بن حمل للمراكز الشبابية، ولكن الشعار الأول والأخير هو ملتقى الأجيال للشباب البحريني في مملكة البحرين الحبيبة. سريع الآن ميرزا عبد علي صاحب هدف صدد في الشوط الأول إلى الآن، وآخر ثمان دقائق أخيرة أعزائي المشاهدين. محاولة الآن لكن هي مقطوعة. ممكن مركز شباب صدد يلعب بكثرة من لاعبي الشباب، يفتقدون الخبرة، يفتقدون الانسجام، أيضا الاستعداد الغير مناسب لمركز شباب صدد. وفي قبل بداية دوري خالد بن حمل المراكز الشبابية شاهدنا
الفرق المشاركة، وشاهدنا أداء ولعبة الفرق الأخرى هناك من خلال المستوى والأداء الفني من خلال الانسجام. بعض الفرق ظهروا بمستوى عالي من الإمكانية من الأداء والمستوى الفني، أظهر بشكل رائع لدوري خالد بن حمد المراكز الشبابية من كلاوة. هنا الهدف الثاني، رائعة جميلة من جانب علي محمد. علي محمد يتقدم لمركز شباب جرداب بهدف رائع، فاصل من المهارة والمراوغة وتسديده بهدوء تمر على حارس المرمى بسهولة كهدف ثاني لصالح مركز شباب جرداب في هذه المباراة. رائعة جميلة من المهاجم الأبرز في صفوف جرداب علي محمد، يتقدم بهدف ثاني، هدفين الآن لمركز شباب جرداب، هدف لمركز شباب صدد ومحاولة خطيرة لكن إلى حارس المرمى أحمد العالي. حاول الآن محاولة سريعة على جرداب لكن تبعد إلى مركز شباب صدد. آخر 6 دقائق الأخيرة أعزائي المشاهدين، ما نشاهد مركز شباب صدد يعادل النتيجة في الدقائق القادمة. محاولة الآن عن طريق محمد سعيد ولكن لحارس المرمى أحمد العالي، عن طريق حسين سعيد لاعب مركز شباب صدد. الآن محاولة تصل لجرداب هي مقطوعة لأحمد القرمزي، انطلاقة سريعة من القرمزي ويحاول في الجهة اليسرى هناك، تصل عن طريق حسين سعيد، حسين لأحمد القرمزي لمحمد سعيد إلى الشقيق حسين سعيد، إلى حسين سعيد، حسين سعيد لمحمود سعيد الآن، خطيرة ولكن تبعد تتخلص 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 وسريعة. محاولة ولكن تبعد إلى حارس المرمى، كانت محاولة رائعة للمركز شباب صدد في معاولة تعديل النتيجة، سريعة وخطيرة وتبعد إلى ركلة زاوية. مباراة هادئة ليست بالإثارة الكبيرة في هذه المباراة من شاهدة كما شاهدناها في المباراة الأخرى، يدل على قوة الفريقين هنا في المجموعة الرابعة، الفريقين ليس بالمستوى اللي شاهدناه في المباريات الماضية هنا من دوري خالد بن حمد المراكز الشبابية، فرق أخرى شاهدناها على مستوى عالي من الأداء والإمكانية والمستوى الفني. نشاهد الآن في مباراة هادئة ممكن جرداب أن يلقن صدد الخسارة الثالثة على التوالي، إلا إذا صدد كان لديه مستوى آخر يقدمه من جانب المستوى الفني القدمة في الخسارة الماضية في خسارتين متتاليتين في الجولة الأولى والثانية. سريعة الآن محاولة حسين يمررها لعلي محمد، خطيرة من عزيز الدلال وهدف ثالث. حسين داود يتقدم لجرداب بهدف ثالث آخر، ثلاثية رائعة لجرداب في هذه المباراة. ولاحظ تمريرة الدلال تصل لحسين، تصل للاعب والآن هناك على حسين علي حمام. حسين علي حمام هو يتقدم لمركز جرداب بهدف ثالث في الدقائق الماضية في آخر 4 دقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. واضح المستوى الفني والأداء الرائع اللي قدمه مركز شباب جرداب بالثلاثية في دقائق الشوط الأول. سريع الآن محاولة خطيرة لعلي محمد ولكن تبعد إلى ركلة زاوية، تبعد إلى ركلة زاوية. جرداب أفضل بمستوى أداء وإمكانية، تقدم بثلاثية من الأهداف الجميلة اللي سجلت. الآن يحاول مركز شباب صدد قرمزي الجهة اليسرى، يحاول يمر لمحمود سعيد وتبعد إلى ركلة زاوية، تبعد إلى ركلة زاوية. 3 دقائق أخيرة وجرداب هو الأفضل، تقدم الآن محاولة علي محمد أبرز لعيبة جرداب في هذه المباراة، يحاول المرور، تصل في الجانب أمير عبد الله، أمير وخطأ لصالح جرداب في منتصف أرضية الملعب. مباراة هادئة ومتمكنة لدى السيطرة الواضحة لمركز شباب جرداب،
فريق صلل يفتقد الكثير في هذه المباراة، يفتقد الخبرة، الاستعداد الغير جيد للبطولة، أشياء كثيرة في دور خلف الحمل المراكز الشبابية. عليه الاستفادة من المشاركة الثانية الآن، يقدم لعيبة على مستوى عالي في السنوات القادمة في النسخة القادمة إن شاء الله. الآن محاولة تتخلص، تصل لمحمود سعيد، ينطلق يحاول يمرر تسديده وإلى حارس المرمى أحمد العالي. لأحمد العالي حارس مرمى مركز شباب جرداب. سلامات لحارس المرمى أحمد العالي، والنتيجة كما هي، تقدم مركز شباب جرداب بالثلاثية في آخر دقيقتين. سجل أهداف مركز شباب جرداب علي محمد واللاعب حسين محمد، واللاعب الآخر حسين علي حمام. هذه أهداف مركز جرداب في هذه المباراة. أما هدف صلد الوحيد هو سجل عن طريق ميرزا عبد علي في الدقيقة الخامسة، يعني مجريات الشوط الأول. أعزائي المشاهدين، أن مركز شباب صلد تقدم بالهدف الأول في أول الخمس دقائق الأولى. بعد هذا الهدف تراجع المنطقة الخلفية وأعطى الفرصة الكبيرة، ولكن خبرة وأداء وأفضلية مركز جرداب قلب الموازين المباراة وقلب النتيجة إلى الثلاثية في آخر الدقيقة من زمن الشوط الأول من جانب هذه المباراة الأخيرة في ختام مباريات اليوم من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية في المجموعة الرابعة. لو أتينا إلى ترتيب المجموعة الرابعة، الآن محاولة خطيرة الآن تصل. لو أتينا إلى ترتيب المجموعة الرابعة، مركز شباب كرانة في المركز الأول 6 نقاط، مركز شباب الوسطى 4 نقاط، مركز شباب جد حفص ب4 نقاط، مركز شباب الدير بنقطة، ومركز شباب جرداب بنقطة واحدة. أخيرا صدر في المركز الأخير بلا شيء من النقاط. الآن محاولة القرمزي يحاول، لكن هي مقطوعة لعلي محمد، سريعة وتبعد إلى ركلة إدخال. نتيجة كما هي، ولا زالت تقدم لجرداب ثلاثية لهدف لصدد. نلعب في آخر دقيقة من زمن الشوط الأول من المجموعة الرابعة. الفريقين يبحثان عن مركز أفضل من المركز الأخير وقبل الأخير في المجموعة الرابعة في هذه المباراة، والخاسر سيودع البطولة. أماله ستكون جدا ضعيفة في الدور التأهل إلى الدور الثاني، لكن جرداب ممكن الفرصة مواتية. فوز جرداب في هذه المباراة سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، سيكون قريب في المركز الثالث مع مركز الشباب الوسطى. الآن محاولة خطيرة وتصل إلى ركلة مرمى. بطاقة صفراء لمحمد الشماع. محمد الشماع كابتن فريق مركز جرداب عليه التركيز. فريق متقدم بثلاث أهداف، عليك التركيز والاستفادة من هذا الفوز بإنهاء الشوط الأول بهدوء وأريحية. تركيز والفوز في هذه المباراة، معظم اللعيب عليهم التركيز، والأهم هو الأهداف وإعطاء الإمكانية الكبيرة لفرقهم من أجل التأهل إلى الدور الثاني والفوز ب3 نقاط في المباريات سريعة. ولكن سافرت نهاية الشوط الأول. أعزائي المشاهدين، تعلن من جانب حكم المباراة أسامة إدريس، يعلن بنهاية الشوط الأول بتقدم مركز جرداب بالثلاثية، سجلت عن طريق علي محمد وحسين محمد واللاعب حسين علي حمام. أهداف جرداب وهدف مركز شباب صلد عن طريق ميرزا عبد علي. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين عبر قناة البحرين الرياضية مع انطلاقة الشوط الثاني، فإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أحبتي عبر قناة البحرين الرياضية، نعود بكم مرة أخرى من صالة مدينة خليفة الرياضية من دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية مع انطلاقة الشوط الثاني من مباراة مركز شباب صدد مع مركز شباب جرداب في انطلاقة الشوط الثاني في الدقائق القادمة. والشوط الأول أعزائي المشاهدين انتهى بتقدم مركز جرداب بثلاثية سجلت عن طريق علي محمد وحسين محمد وحسين محمد حمام. هذه أهداف مركز جرداب، تقدم في الشوط الأول بثلاثية لهدف لمركز شباب صدد عن طريق ميرزا عبد علي. هذه هي نتيجة الشوط الأول أعزائي المشاهدين والمباراة ومجريات الشوط الأول. شاهدنا التفوق، السيطرة والأداء من لعيبة مركز جرداب، أعطت أفضلية كبيرة. صدد الآن في الشوط الثاني سيحاول أن يعود لهذه المباراة من أجل تقليص الفارق أولا وإدراك التعادل. صدد لا شيء من النقاط في المركز الأخير في المجموعة الرابعة، ومركز شباب صدد لا شيء من النقاط في المركز الأخير في المجموعة الرابعة، مركز شباب جرداب في المركز قبل الأخير. ركلة حرة غير مباشرة هي خطيرة في تقليص الفارق لمركز شباب صدد. محمود سعيد يهيئ للقرمزي، تسديدة ضاعت الفرصة. حلوة كانت المحاولة من جانب مركز شباب صدد في هذه المحاولة الخطيرة. ليش يخسر مركز شباب صدد في المجموعة الرابعة؟ فريق قادم من خسارتين متتاليتين في الجولة الأولى، خسر من جانب كرانة بثلاث أهداف لهدفين، وخسر في الجولة الثانية من مركز شباب الوسطى بثمانية أهداف خسار. ممكن تكون الخسارة الثالثة في هذه المباراة في الجولة الثالثة، وإن كانت الخسارة ستكون الآمال ستنتهي ويفقد الأمل في الصعود إلى الدور الثاني، سيكون خارج البطولة لأن لديه ثلاث خسائر متتالية لا شيء من النقاط. في الجانب الآخر مركز شباب جرداب لديه نقطة، فوز اليوم يعطيه دافع معنوي كبير في الوصول إلى النقطة الرابعة، وهذه آمال جميلة لرفع المعنويات وتجديد الآمال والعودة مرة أخرى. خطأ لعيبة مركز شباب جرداب عليهم التركيز، متقدمين بثلاثية وبطاقة صفراء لعلي محمد، بطاقة صفراء لعلي محمد تشهر من حكم المباراة. أتمنى نشاهد الروح العالية الأخلاق الجميلة لكل الفريقين هنا في أرضية الملعب، كما شاهدنا المنافسة الشريفة في دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. شاهدنا الإثارة، شاهدنا المتعة، الأداء الفني الجميل في بعض الفرق المشاركة اللي قدمت وأمتعت الجماهير الحاضرة وأمتعت المتابع لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. سريعة الآن تصل لمحمود سعيد مركز شباب صدد، هي خطيرة رائعة جميلة من مركز شباب صدد. تضيع الفرصة عن طريق اللاعب أحمد بوزيد يضيع هذه الفرصة الخطيرة لمركز شباب صدد في تعديل النتيجة في تقليص الفارق. لعيبة مركز شباب صدد في هذه المباراة، في المباراة الماضية أيضا، لعيبة يفتقدوا الخبرة، يفتقدوا الكثير، وممكن يشاركون المرة الأولى في دوري خالد بن حمد المراكز الشبابية. معظم اللعيبة لاعبين شباب يشاركون المرة الأولى، فتكون الضغوطات كبيرة، المستوى يفتقد الخبرة، يفتقد الاستعداد الجيد لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. في الجانب الآخر نشاهد لعيبة متمرسين هنا من جانب مركز شباب جرداب، ولكن عليهم أيضا إضافة بعض اللعيبة على مستوى عالي. سريعة محاولة، نتيجة لا زالت التقدم لجرداب بثلاثية إلى الآن لهدف لمركز شباب صدد. سريعة محاولة، نتيجة هي لصالح مركز شباب جرداب، فوز اليوم يصل إلى النقطة الرابعة، يزاحم
مركز شباب جد حارس المركز الثالث الآن. محاولة الآن يحاول محمود سعيد تصل خطيرة ولكن تبعد عن طريق اللاعب الآخر هناك حسين بوزيد. ومحاولة لجرداب علي عزيز الدلال علي محمد تسديدة ومرت إلى ركلة مرمى فريقين نشاهد مستواهم الفني كما شاهد المستوى الفني الأخرى للفرق الأخرى، ولكن هو مستوى فني متوسط من الأداء من لعبة الفريقين. شاهدنا في المباراة قبل المباراة هذه وشاهدنا مستوى لعبة فريق سلماباد مع مركز شباب رأس رمان في المجموعة الثالثة، كانت مباراة حامية مثيرة حماسية رائعة من أفضل المباريات اللي شاهدناها في دوري خالد بن حمد لمراكز الشبابية. الآن محاولة علي خليل ويتقدم بالهدف الرابع، علي خليل لمركز شباب جرداب من انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى وتسديدة مع خروج حارس المرمى علي رضا. جرداب يتقدم بهدف رابع في الدقيقة 7 من الشوط الثاني. واضح الأداء الجميل وهذا المستوى الفني لقدم لعيبة جرداب والتركيز والعزيمة والأمور والعزيمة والإصرار على بداية انطلاقة المباراة إلى الشوط الثاني. وضعوا النقاط الثلاث أمالهم كبيرة من أجل الفوز في هذه المباراة. كان تركيزهم أفضل مع إمكانياتهم بالأداء والمستوى الفني للوصول إلى النقطة الرابعة في حالة فوز في مباراة اليوم. جرداب سيصل إلى النقطة الرابعة للنقطة فوزه 3 نقاط إلى 4. محاولة خطيرة من الشماع رائعة من جانب اللاعب محمد الشماع لاعب مركز شباب جرداب في المباراة. آخر 12 دقيقة عالية تصل لحارس المرمى أحمد العالي، من العالي لمصطفى فؤاد لحسين بوزيد. حسين بوزيد سيحاول المرر في الخلف هناك عن طريق اللاعب الآخر حسين سعيد، وإلى محمود سعيد شقيق الآخر هناك لحسين بوزيد. محاولة مركز شباب صدد يحاول لكن هي مقطوعة وخطيرة مرتدة علي خليل لكن مقطوعة من اللاعب الآخر حسين سعيد، يبعد الكرة إلى ركلة إدخال. يفتقد الكثير مركز شباب صدد في هذه المباراة. في المباريات الأخرى لعيبة شباب يفتقدون الخبرة وأيضا عليه تدعيم الفريق بلعيبة أفضل في النسخة القادمة. خسارة اليوم الثالثة المتتالية لجانب مركز شباب صدد ستنهي آماله في الآمال في الوصول إلى الدور الثاني. خسارة ثالثة متتالية. مستوى لا يلبي طموحات مركز شباب صدد لكن مشاركة تعطي الخبرة والانسجام والاستفادة من لعبة مركز شباب صدد في المباراة. سريعة لمحمود سعيد يتقدم للأمام مركز شباب صدد خطيرة وتبعد من حارس المرمى أحمد العالي. خطورة مركز شباب صدد ليست بالخطورة، هي عبارة عن أهداف قادمة وهي محاولات من أجل تقليص الفارق. لكن 4 أهداف سجلت الجرداب في مرمى صدد. الآن ركلة زاوية تبعد من حارس المرمى رضا الحمر حارس مرمى مركز شباب صدد في هذه المباراة. سريعة محاولة دخول من الخلف التسديد ولكن خطأ قادم لمركز شباب صدد. حسين بوزيد لمحمود سعيد، لمصطفى فؤاد، لمحمود سعيد تنقلات لمركز شباب صدد، محمود سعيد لحسين سعيد شقيقة. محاولة تبعد من محمود الشماع وصل الآن إلى صدد. مصطفى فؤاد محاولة تسديد رائعة جميلة ولكن مرت خطيرة. حلوة المحاولة
والفكرة كانت رائعة من مصطفى فؤاد. يحاول مركز شباب صدد فريق ممكن سجل في مرمى، يعني لو أتينا إلى مركز شباب صدد لعب مبارتين لديهم الأهداف خمسة ستة أهداف وعليهم الأهداف 15 هدف في مرمى، 15 هدف مع مباريات اليوم يوصل إلى 15 هدف في مرمى. أما مركز شباب جرداب في هنا لعب مبارتين لديه الآن 7 أهداف مع مباراة اليوم وعليه 7 أهداف، لديه 7 أهداف وعليه 7 أهداف مركز جرداب. فوز اليوم يصل إلى النقطة الرابعة، هذه هي آماله وأمنياته في هذه المباراة. سريعة أمامية تصل إلى مركز شباب صدد لمحمود سعيد لحارس المرمى أحمد العالي. خطأ قادم في إرجاع الكرة كما نشاهد في المستطيل الأخضر أعزائي المشاهدين. ركلة حرة مباشرة قادمة لمركز شباب صدد. هل يقلص الفارق في آخر الثمان دقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول؟ مباراة متوسطة الأداء لكلا الفريقين، جرداب هو الأفضل في هذه المباراة تقدم بأربعة أهداف. ركلة حرة مباشرة مصطفى فؤاد تهيئة من محمود سعيد تسديدة ومرت خطيرة، حلوة المحاولة لكن مرت خطيرة إلى ركلة مرمى. حاول مركز شباب صدد أن يقلص الفارق والعودة إلى المباراة. سريعة أمامية لعلي محمد، حاول لحسين محمد وتسديدة من الجرداب وتبعد إلى ركلة مرمى. مركز جرداب يلعب بهدوء وصدر يحاول أن يقلص الفارق لكن محاولاته ليست بالخطورة الكبيرة هنا في هذه المباراة. سريعة لعلي محمد للشقيقة حسين محمد، محاولة الجرداب في الجهة اليمنى تسديدة وهدف خامس، هدف خامس عن طريق حسين محمد. لاحظ رائع، ذكية رائعة، ولاحظ الهدف الجميل عن طريق حسين محمد. يتقدم جرداب بهدف خامس، 5 أهداف أعزائي المشاهدين لجرداب. هدف لمركز شباب صدد في آخر الست دقائق الأخيرة. واضح سيطرة وأداء وأفضلية لمركز شباب جرداب في هذه المباراة. فوز اليوم سيصل إلى المركز الثالث ويزاحم مركز شباب الوسطى بأربع نقاط مع انتظار مباراة الغد إن شاء الله اللي تجمع مركز شباب جد حفص مع كرانة ومركز شباب الوسطى مع الدير. ممكن الوسطى يفوز يصل إلى النقطة السابعة وكرانة أيضا في مباراة، وهنا محاولة خطيرة تبعد إلى ركلة مرمى. لكن الأهم هو الثلاث نقاط في هذه المباراة لأن فريق صدر من الأضعف الفرق المشاركة هنا من خلال أدائه والخسائر المتتالية والمستوى الفني الضعيف اللي قدمه في دوري خالد بن حمد المراكز الشبابي. محاولة الآن خطيرة، هدف سادس عن طريق حسين حمام. حسين علي يأتي بهدف سادس، ولاحظ التسديدة الرائعة وجميلة من حسين علي، ثنائية رائعة لحسين علي في هذه المباراة بهدف سادس لمركز الشباب جرداب. 6 أهداف لمركز شباب جرداب في هذه المباراة، 6 أهداف. واضح المستوى الفني الرائع اللي قدمه مركز شباب جرداب في هذه المباراة والمستوى الغير مقنع من لعيبة مركز شباب صدد في هذه المباراة. أداء ضعيف جدا
ومستوى هزيل يقدم لعيبة سلل في هذه المباراة. خسارة الثالثة على التوالي في مباراة اليوم. الآن سداسية ونلعب في آخر الأربع دقائق الأخيرة. مباراة تسير كما هي في صالح مركز شباب جرداب بستة أهداف. سجل أهداف في مركز شباب جرداب عن طريق علي محمد هدف، حسين محمد هدفين، حسين علي هدفين، واللاعب الآخر هو محمد عزيز الدلال هدف. هذه أهداف مركز شباب جرداب في هذه المباراة، وهدف مركز شباب سجل عن طريق ميرزا عبد علي صاحب الكرة. الآن محاولة، الآن ميرزا يحاول ولكن تبعد إلى ركلة تدخل. وقت مستقطع من جانب لمدرب فريق مركز شباب جرداب في حاولة تهدئة في الدقائق القادمة. فريق هو الأقرب للفوز بالثلاث نقاط الأهم في هذه المباراة. جرداب انفاس يصل إلى النقطة الرابعة، سيزاحم مركز الوسطى على المركز الثالث مع مركز شباب جد حفص أيضا في المركز الثالث أيضا بأربع نقاط. فرق الأهداف يأتي بمفصح الفرق الأخرى هناك، وصدد سيحتل المركز الأخير كما هو الحال، كما هو عليه في الجولة الأولى والجولة الثانية والجولة الثالثة. الآن في المركز الأخير بخسائر متتالية للمرة الثالثة على التوالي. لو أتينا إلى دوري خلف من حمل المراكز الشبابية فهو ملتقى الأجيال وملتقى المحبة هنا من جانب الشباب البحريني في مملكة البحرين للمرة الخامسة على التوالي. ونشاهد أداء جميل من الفرق المشاركة، من الروح العالية، من الالتقاء المحبة هنا من جانب الشباب البحريني في دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. فهو اكتشاف للمواهب في كرة القدم للصالات من المراكز الشبابية، وأيضا يعطي فرصة للتعارف الشباب في مملكة البحرين هنا، مع أيضا دمج دوري الإعاقة مع دوري الفتيات في دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. فهو خطوة إنسانية ترتبط بالجانب الرياضي في المقام الأول في دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية. السنة الخامسة على التوالي، ولكن النسخة الخامسة هي من أفضل النسخ الرائع الجميلة في المستوى الفني. سريع الآن، محاولة تصل لحارس المرمى، الحارس علي رضا الحمر حارس مرمى مركز شباب صدد. محاولة خطيرة من ميرزا عبد علي تبعد من حارس المرمى، سريعة، محاولة خطيرة ولكن تبعد لمصطفى فؤاد، سريعة إلى ركلة إدخال. دقائق تمضي سريعا على مركز شباب صدد، والأمور هي الأقرب لمركز جرداب بسداسية رائعة بمستوى فني وأداء وإمكانية يتفوق على مركز شباب صدد. علي محمد ينطلق، محاولة، هدف سابع ممكن، هدف سابع يضيع على علي محمد. كانت محاولة خطيرة من علي محمد تضيع بهدف سابع. لو سجل الهدف لكان الهاتريك للاعب نفسه في هذه المباراة. تبعد عزيز الدلال جرداب في الجهة اليمنى، محاولة خطيرة تصل تسديدة تمر وتبعد إلى ركلة مرمى، تبعد إلى ركلة مرمى. نلعب في آخر دقيقة وأربعين ثانية قادمة أعزائي المشاهدين، سريعة، والأمور تسير كما هي في صالح مركز شباب جرداب بستة أهداف لهدف لمركز شباب صدد في آخر دقيقة من الشوط الثاني. أعزائي المشاهدين، جرداب إذا فاز يصل إلى النقطة الرابعة
سيبتعد عن المركز القبل الأخير. وصدر في الخسارة في مباراة اليوم، سيبقى في المركز الأخير بلا شيء من النقاط. سريعة، دقيقة أخيرة، محاولة القرمجي تسديدها وتبعد إلى ركلة مرمى، فرصة تضيع على لاعب مركز شباب. صدر في الدقائق الماضية أحمد بوزيد، محاولة الآن ميرزا عبد علي وتبعد من علي خليل إلى ركلة إدخال. جماهير جرداب هادئة ولكن هي مطمئنة ومسرورة بالفوز في مباراة اليوم بستة أهداف. لو أتينا إلى أهداف مركز شباب جرداب في هذه المباراة، علي محمد هدفين وحسين محمد هدف وحسين علي هدفين واللاعب الآخر عزيز الدلال هدف. هذه أهداف الستة، ستة أهداف من جانب مركز شباب جرداب في هذه المباراة. ثواني أخيرة، محاولة خطيرة لجرداب لكن تبعد، وسلامات للاعب مركز شباب سداد واقع على أرضية الملعب. أحمد سعيد مهدي لاعب مركز شباب سداد. مجموعة الرابعة، كرانة 6 نقاط، شباب الوسطى 4 نقاط، شباب جدحاس 4 نقاط، مركز شباب جرداب في حالة فوزه في هذه المباراة إلى 4 نقاط، مركز شباب الدير نقطة، مركز شباب جرداب نقطة، ومركز شباب صدد لا شيء من النقاط. هذه هي المجموعة الرابعة من دوري خالد بن حمل المراكز الشبابية. وفي المباراة الرابعة الآن هي المباراة الختامية لمباراة اليوم من دوري خالد بن حمل لمراكز الشبابية. سلامات للاعب مركز شباب صدد. ثواني أخيرة، 3 نقاط هي الأقرب لجرداب، 6 أهداف لجرداب وهدف لمركز شباب صدد. ثواني أخيرة أعزائي المشاهدين متابعي قناة البحرين الرياضية، مباراة متوسطة الأداء في المستوى الفني في هذه المباراة، وصافرت نهاية الشوط الثاني والمباراة تعلن من حكم المباراة السام إدريس بفوز مركز شباب جرداب ب6 أهداف سجلت عن طريق علي محمد هدف وحسين علي محمد هدفين وحسين محمد هدفين وحسين علي هدفين. هذه أهداف مركز جرداب الستة، وهدف لمركز شباب صدد سجل عن طريق اللاعب ميرزا عبد علي. في الختام أعزائي المشاهدين تقبلوا تحيات معلق المباراة عبد القادر سالم عبر قناة البحرين الرياضية، فإلى لقاءات أخرى قادمة نستودعكم الله، فإلى اللقاء.